خمسة تشوفكم كاملين من فوق شوية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة وحبابي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو إن شاء الله في أحسن الأحوال. إخواني أخواتي، جديد قضية عصابة حمزة مومبيبي الجزء الثاني، قضية عصابة حمزة مومبيبي الثانية والجزء الثاني. إخواني أخواتي، تهم النصب والاحتيال تقود شبكة الابتزاز الإعلامي إلى سجن عكاشة. والجديد في القضية إخواني أخواتي، حالة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أعضاء ما بات يعرف بشبكة الابتزاز الإعلامي على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء بتهم الابتزاز والنصب والاحتيال والتزوير في مستندات رسمية وانتحال صفة ينظمها القانون. وقرر وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء فصل المتابعة في هذا الملف، حيث أمر بإحالة 3 متهمين على وكيل جلالة الملك الاختصاص النوعي، وكيتعلق الأمر بكل من حاتم حجي مدير نشر موقع لونكيت ومحمد قاسمي مدير نشر موقع علاش تيفي والمصور الصحفي كريم السلماوي، بينما قرر إحالة عميد شرطة على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف مع ملتمس إيداعه السجن طبقا لقواعد الاختصاص الاستثنائي المعروفة عمليا بالامتياز القضائي. وأكدت مصادر قريبة من التحقيق أن المتهمين الأربعة سيقضون أول يومهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة بالدار البيضاء، بناء على أوامر الاعتقال اللي صدرتها النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في حق المتهمين الثلاثة الأوائل، وكذا أوامر الاعتقال اللي صدرها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في حق عميد الشرطة المتابع في هذا الملف. وقد تم تحديد جلسة المحاكمة في 27 نوفمبر، يعني أخوتي في شهر 11 عندهم أول جلسة من محاكمة هذا العصابة من عصابة حمزة مومبيبي الجزء الثاني. وأوضح المصدر الأمني أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت وبدورها قرار يقضي بإيقاف عميد الشرطة المعتقل على ذمة هذه القضية مؤقتا عن العمل. كيخرجوا على راسهم أخوتي، كيكونوا جالسين خدامين كيشدوا الصالير ديالهم على قد الحال، ولكن الإنسان قال لك الكرش الكبيرة دائما تفرق عليه أخوتي، وسبحان الله قال لك اللي كيبغي ياكل كيخليها كلها، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هاد عميد الشرطه اللي موقوف عن العمل في انتظار انتهاء مجريات التحقيق معاه، عاد ديك الساعه يشوفوا اشنو غادي يديروا معاه، واش غيتوقف عن العمل في مره وغيمشي يقضي العقوبه السجنيه ديالو، ولا المهم اي ملابسات في القضيه غادي نوافيكم بهم اخواني اخواتي. وما قال المسطرة القضائية مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بعميد الشرطة كان كيشتغل بالمنطقة الأمنية الرحمة التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت 2 من المشتبه بهم، هما محمد قاسمي وكريم السلماوي مساء يوم الثلاثاء، وهما في حالة تلبس كيتسلموا مبلغ 30 مليون سنتيم من مقاول على سبيل الابتزاز. يعني هاد الناس اخوتي عصابة إجرامية اللي كيبتزوا الناس بمبالغ طائلة بملايين وبملايير، مبالغ بايضة إخواني أخواتي بدعوى الامتناع عن تأليب الرأي العام ضده بواسطة مقالات ممنهجة وتشهيرية اللي كتستهدف سمعة هاد الشخص هذا في الوسط التجاري بالدار البيضاء.
وقادت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء واقعة التلبس بالابتزاز الإعلامي. يضيف المصدر إلى توقيف عميد الشرطة المعتقل وكاد المشتبهي به الرئيسي اللي يدير موقع لونكيت اللي هو حاتم حجي اللي كان كينتحل صفة ضابط سامي، والذي كشفت الخبرات التقنية أنه كان يتولى اختيار الضحايا والإعاز لباقي المساهمين والمشاركين بالقيام بعملية الابتزاز تحت ذريعة الإحجام عن النشر التشهيري في مواجهة الضحايا. يعني هاد السيدة خوتي كان كيختار الضحايا اللي غادي يستهدف واللي غادي ياخد منهم الأموال الطائلة، واللي كان كينتحل صفة ضابط سام. يعني هاد السيد هذا خوتي عصابة إجرامية كيكون هاد السيد هذا حاتم حجي. وحسب المصادر نفسها إخواني أخواتي، فقد استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى عدد كبير من ضحايا شبكة الابتزاز الإعلامي، من بينهم مقاول كان المشتبه بهم قد طالبوه بتسليمهم مبلغ 300 مليون سنتيم، حيث منحهم مبالغ مالية مهمة واقتنى لفائدتهم أزياء باهظة الثمن، كما سدد لأحدهم بواسطة شيك بنكي مصاريف ونفقات استشفاء سيدة من عائلته في إحدى المصحات الخاصة. كما أجرت الفرقة الوطنية مواجهات قانونية عديدة بين المشتبه بهم ومجموعة من ضحاياهم الذين تعرضوا للابتزاز والتشهير والنصب، ويتعلق الأمر بمقاولين وتجار ومالكي محلات عمومية بمدينة الدار البيضاء. وتشير المصادر من هذا الملف إلى أن المتورطين في هذه القضية كانوا كيعتمدوا على أسلوب إجرامي اللي كيمثل استهداف أحد الضحايا بمقالات تشهيرية للإساءة إلى شخصه وإلى نشاطه التجاري، كما يعمدون بشكل عرضي إلى الإساءة إلى بعض الشخصيات والمؤسسات العمومية بدعوى أنهم لا يهابون القانون. يعني هاد الناس ما كيخافوا من حتى شي واحد، وانهم قادرين على النيل من كافة الشخصيات العمومية، يعني ينتقموا من اي واحد وهو ما كان يسقط الضحية المستهدف في الغلط التدليسي ويدفعه الى الرضوخ لعملية المساومة والابتزاز. ومن المنتظر اخواني اخواتي ان تعرف هذه القضية تطورات ومستجدات عديدة خلال جلسات الاستنطاق والمحاكمة، خصوصا بعد حديث عدة مصادر متطابقة عن وجود ضحايا عديدين لهذه الشبكة. يعني ماشي غير هاد الناس اللي كاينين اخواتي اخواتي عفوا، كاينين شكايات عديدة ضد هاد العصابة الإجرامية، عصابة حمزة مومبي الجزء الثاني. صراحة اخواني اخواتي ولينا كنشوفوا اشياء اللي هي خطيرة جدا، ولينا كنشوفوا حوايج اللي لا حول ولا قوة الا بالله. بنادم ما بقاش كيخاف الله، انسان ولا كيبتزك وياخذ من عندك اموال طائلة ويطلع ويبان بواحد الصورة اللي هي جميلة جدا على انه هو اللي تيعطي النصيحة لبنادم، ومنين تنوض تكلم عليه وتفضحه وتبين الحقائق ديالو يقول لك غنتابعك وغنرفع عليك شكايات. فرسالتي من هذا المنبر هذا، فاي واحد كيقول غنرفع شكايات الا فراسو الضغل اخواني اخواتي، داك النقطه اللي هو خايف منها ان المهاجم يوصل ليها، فالهجوم ديالو الوحيد باش يسكت داك الشخص هو يقول ليه انا غنرفع عليك شكايات. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قال لك خوتي الدنيا صغيره، الدنيا صغيرة والدنيا دوارة إخواني أخواتي، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أي مستجدات في القضية وأي جديد في الموضوع فغادي نوفيكم بإخواني أخواتي. خليتكم على خير، كانت معكم أختكم فوق الشوية، والسلام عليكم.